اهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية، يعني كل الاهلاوية طبعا متفقين انه مشوار النادي الاهلي منذ بداية تولي بيتسو موسيماني للمسؤولية مشوار اكثر من ناجح، مش بس على مستوى النتائج لكن كمان على مستوى الاداء بشكل كبير، خدوا بال حضراتكم انه حتى اللحظة الاهلي لعب خمس ماتشات صعبة او خمس ماتشات بلغة الكرة ثقيلة، ثلاثة في الدوري المحلي قدر ان هو يفوز فيهم على المقاولين بعد كده ام بي ويتعادل وفي ماتش طبعا استثنائي لأنكم كان ملعب فيه ناقصين يعني لاعب في ماتش بيراميدز وبعد كده رحنا الماتشات ماتشين الوداد ودول الماتشين اللي احنا كنا شايلين همهم طول السيزون تقريبا يعني كل الماتشات اللي كان بيلعبها في الاهلي في الدوري العام حتى بعد ما حسبنا البطوله كانوا استعداد وتجهيز الفرقه ل المباراتين دول والحقيقه المباراتين دول اداهم النادي الاهلي بشكل خلينا نقول كده ولا اروع في الخمس مباريات الاهلي قدر يسجل تسع تجوال في ثلاثه في ماتش ام بي واحد في ماتش المقاولين وخمسه في الوداد ذهابا وايابا وما دخلتش فينا غير هدف واحد بس طبعا الهدف اللي دخل في مباراه العوده في ماتش الوداد وبالتالي على كل المستويات اداء ونتيجه اعتقد انه مشوار ناجح جدا لبيتسو موسيماني يكلل ان شاء الله باذن الله بالنجاح ونحط عليه ختم النسر نسر الجزيره بعد ان شاء الله باذن الله منفوز ببطوله افريقيا اللي بيتهيأ لي هي الشغل الشاغل لكل الجماهير وللجهاز الفني وللعيبه ولاداره النادي من اللحظه اللي قفلنا فيها صفحه الوداد قلت لحضراتكم طبعا انه بعد ماتش الوداد في العوده في القاهره الجهاز الفني قفل الصفحه وادى اللعيبه راحه لمده 48 ساعه هتنتهي النهارده ان شاء الله بدايه بقى من بكره يرجع الفريق لخوض التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعد بداية عن طبعا عندنا ماتش طلاع الجيش يوم السبت اللي جاي في ختام الدوري الممتاز وده ان شاء الله الـ الـ او هتكون هيكون الماتش للاهلي هيتوج فيه بطل الدوري وهيستلم فيه درع البطوله مبروك للابطال حقيقه سيزون محدش يقدر ينكر ابدا انه صعب على كل المستويات اهلي حقق عدد كبير جدا من الارقام رغم كل العقبات اللي اتحطت بفعل فاعل او حتى نتيجه ظروف طبيعيه في مشوار الفريق، لكن الحقيقه غيابات كتير قوي، اصابات كتير جدا، لعيبه ثابت الفرقه، توقف لمده اربع شهور، حرب اعلاميه يعني ممنهجه، كل ده الحقيقه كان يعطل مسيره اي فريق الحقيقه، لكن الاهلي تجاوز كل العقبات دي بنجاح وقدر ان هو يفوز ببطوله الدوري وان شاء الله باذن الله في الطريق بطوله افريقيا وكاس مصر.